السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة شوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. معانا موقع جديد لربح عملة الروبل. الموقع بيعطيك الليفل الأول هدية قيمته 10 روبل. الموقع لسه في يومه الزيرو، ما عملش حتى يوم أول، من ساعة واحدة، من ساعة ونص لسه بادئ الموقع. 56 شخص المشتركين في الموقع ولسه ما دفعش حاجة ولا حد استثمر فيه حاجة. طريقة التسجيل في الموقع، بنيجي من الأعلى أو من هنا وبنكتب الاسم والإيميل والباسورد وعادة الباسورد ونعمل تسجيل. كده بقى لنا حساب في الموقع، بنعمل تسجيل دخول من هنا، بنكتب الإيميل والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. هنعمل ترجمة. هنيجي أول حاجة ونخش على الحساب، بيجي من هنا نخش على الإعدادات. عودوا نفسكم أي موقع خش على الإعدادات، شوفوا طالب إيه منك، كمله عشان لما تيجي تسحب أو توضع أي حاجة بيبقى إيه حسابك مظبوط. هتلاقي هنا كود بتدخله من 4 حروف وتبقى حافظه عشان يطلبوا منك ساعة السحب. كده أول حاجة. بتيجي بعد كده معلومات في الموقع، صفحة الحساب اللي احنا كنا فيها الأول. هتيجي من هنا تخش على الشراء، بيديك الليفل الأول دوت قيمته 10 روبل هدية، ولو انت حبيت تعلي الليفل التاني والتالت كل واحد ليه سعر، ده بـ30 روبل وده بـ50 روبل وبـ100 وبـ250 وبـ500 روبل، وكل واحد ليه قيمة. يعني الأولاني ده 21% ربح، والتاني 26 و34 اللي بعديه وهكذا. بعد ما تخش على الشراء بتيجي من هنا السوق، بتجمع أرباحك من هنا، بتدوس جمع اهو، تم الجمع اتضاف في الرصيد، حطيلي 6 في السحب و10 في الشراء، تمام. بعد كده بنيجي من هنا السحب. السحب طبعا مفتوح زي ما انتوا شايفين، بتحدد البنك وبتحط رقم المحفظة وبتحط الكود وبتعمل سحب على طول. بعد كده في لو انت حابب تستثمر بتخش من هنا اعلى ما يصل اليه وبتحط تحدد البنك وتحدد المبلغ اللي انت هتحطه في الموقع. من هنا مبادلة الرصيد، لو انت عايز تبدل رصيد الشراء لرصيد رصيد السحب لرصيد الشراء، من هنا المبادلة. وفي هنا ركوب أمواج اللي هي الإعلانات بتضغط عليها، قيمة الإعلان حلوة 5 سنت و68 سنت، يعني كويس. وهنا لو هتضيف إعلان، ومن هنا رابط الإحالة بتاعك أهو، بيديك 10% لكل واحد يوضع عن طريقك في الموقع. وبكده يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمونا بلايك، والناس الجداد معانا يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس ليصلهم كل جديد. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.